السلام عليكم. النهارده فيديو اليوم حكايه. لو عندكم فخده خروف مش عارفين تعملوها ازاي، عندكم فخده خروف وعايزين تعملوها على عزومه، يا ريت تتفرجوا على الفيديو، تابعوا الفيديو للاخر، حاجه بجد هتعجبكم. وهقول لكم فيه حاجه كده، معلومه سريعه. تعالوا معانا نشوف. هنا دي فخده الخروف. طبعا للناس اللي مش عارفه الفخده من الكتف، لو رايح تشتري فخده خروف، ادي فخده الخروف وادي كتف الخروف. طبعا في خرفان بتكون اكبر شويه، فبتلاقي الكتف بتاعه كبير، فممكن انت تفكره فخده. لو انت مش عارف ايه الفرق بين الفخده والكتف، الفخده بيكون فيها لحم كتير، وتاني حاجه دايما العظمه بتاعتها دي مفروده، الكتف دايما العظمه دي بتكون متنيه، تمام؟ تاني حاجه الكتف ما بيكونش فيه لحمه نفس اللحمه بتاعت الفخذ، تمام؟ عشان تكونوا يعني هنا لو تشوفوا نسبه اللحم اكتر، هنا في لحمه بس نسبه اللحم قليله، تمام؟ النهارده بقى هوريكم ازاي تعملوا الفخده دي روستو، تمام؟ اول حاجه في طريقتين، هعمل لكم طريقه عربي وطريقه يعني اوروبي شويه، تمام؟ اول حاجه بجيب فخده الخروف زي ما هي كده اهي، انا ما عملتش فيها اي حاجه. اول حاجه ما بغسلهاش، تمام؟ لان زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، اللحمه لو اتغسلت بالذات اللحمه الضاني بتعمل ريحه، تمام؟ فانا ما بغسلهاش، هي بتكون اوريدي نظيفه ومغسوله لما اتذبحت، تمام؟ وطبعا انتوا بتشوفوها عند الجزار اللي بتشتروا منه، يعني اكيد بتكون يعني جزار نظيف حاطط الحاجه بتاعته في الثلاجه كده، ما يعني مش سايبها متعلقه في الشارع، تمام؟ اول حاجه بشيل بس طبقه بسيطه قوي من الجلد اللي هو فوق ده، تمام؟ هتشوفوا معايا حته اللحمه دي في الفخد ده في الاخر هيطلع شكله عامل ازاي. وممكن برده ما تشيلوهاش لو مش عايزين، لو عايزين ما تشيلوهاش تقدروا، تمام؟ بس انا بستحسن ان انا اشيل طبقه كده خفيفه عشان يبقى اللحم على طول عندي باين، ما فيهوش نسبه دهون عاليه قوي، تمام؟ اخر حته اشيل الحته دي. طبعا لو بعمل كباب البواقي اللي انا بطلعها دي اقدر افرمها مع اللحم المفرومه واعملها كباب، ما فيش اي مشكله. دي الفخده عندنا زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه بعملها بفتح فيها فتحات صغيره كده في كل حته كده، افتح فتحه، طريقه سهله ما فيهاش اي حاجه، هتقدروا تعملوها في 3 4 دقائق وتحطوها في الفرن. هقول لكم طبعا درجه الحراره، تحطوها في الفرن على درجه حراره كام. طبعا بفتح الفتحات دي بحط فيها فصوص ثوم كامله زي ما انتم شايفين كده، دي اللي هي لحمه الروستو، تمام؟ اللي ما يعرفش اللحمه الروستو، اللحمه الروستو بتتسوى على نار هاديه وبتاخد مده طويله، تمام؟ زي الروز بيف كده، بس انا مش هعملها طبعا روز بيف لان دي لحمه بانت، ما ينفعش ان انا اعملها روز بيف، تمام؟ كده اللحمه بتاعتي اهي جهزت. هقول لكم بقى البهارات. لو عايزين نعمل تتبيله عربي للناس اللي بتحب التتبيلات او الطعم العربي، اول حاجه بحط شويه ملح، تمام؟ بحط شوية ترمرك، كركم، بحط شوية كاري بودر، تمام؟ بحط شوية فلفل حصى بسيط، وهنا شوية قرفة، سينامون، شوية ناتمك، شوية كزبرة، كمون، شوية شطة اللي هي البابريكا، تمام؟ وبعد كده بحط عليهم شوية صلصة طماطم وزيت زي ما انتم شايفين كده. بخلط الخلطه بتاعتي دي كلها، خلطها كويس. بعد كده بجيب صينيه كبيره زي دي، بحط فيها الفخده بتاعتي كده، مش مشكله لو طالع حته من العظمه من دي، ما فيش اي مشكله. بعد كده ببتدي اجيب الخلطه بتاعتي دي. طبعا الفخده اللي انا بعملها دي تقدروا تحطوها بعد كده بقى على رز خلطه، تحطوها على رز بالمكسرات، تحطوها على اي نوع رز يعجبكم في صينيه كده في وسط السفره، بجد هتبقى حاجه تشرفكم لو عندكم عزومه او كده، حاجه من الاخر يعني روعه.
وفي نفس الوقت الناس اللي هي بتحب اللحمه الضاني انتوا كده كده بتشتروا مثلا اللحمه بالكيلو اللي هي بالعظم. لو مثلا حابين في مره كتغيير هتجيبوا مثلا الفخده دي ممكن تعمل 3 كيلو، في فخده 2 كيلو، يعني مش لازم تجيبوا فخده خروف كبيره. تمام، فبتدي اعمل مساج كده للحمه شويه، بعد كده بغطيها وبحطها في الفرن. طيب بحطها في الفرن بقى لمده قد ايه؟ بحطها في الفرن من ساعتين ونص لثلاث ساعات على درجه حراره 160-170، ما تتعداش الدرجه دي. وطبعا بكون مغطيها بالومنيوم فويل كويس جدا. بعد ساعتين ونص ابتدي ان انا اشوفها، افتح عليها الفويل واحاول اقطع حته من اللحم كده بسيطه، لو اتقطعت معايا بسهوله يبقى كده استوت وبقت تمام، لو ما اتقطعتش او لسه فيها شويه ببتدي ان انا اغطيها تاني واخليها تكمل تسويتها بالفرن. هوريكم طبعا هتتسوى ازاي، وهوريكم الخلطه التانيه، استنوا خليكم معايا هوريكم الخلطه التانيه شكلها ايه. ماشي، دي كده الخلطه اللي هي العربي زي ما انتم شايفين، دي البهارات العربي، التيست بتاعها اللي هو العربي يعني العرب بيحبوه. خلينا دلوقتي هوريكم الخلطه التانيه هنعملها ازاي. اول حاجه هعملها نفس اللي عملته في التانيه، هفتح كام فتحه كده صغيرين احط فيهم كام فص توم. تمام، اهي بحط كام فص توم كده. تغرزوا التوم في قلب اللحمه بيدي طعم وريحه رهيبه، وطبعا كلنا عارفين ان التوم صحي طبعا جدا. تمام، اوكي كده خلصت معايا. هنحط ايه بقى؟ اول حاجه بجيب اللي هي الروزماري او التايم او الزعتر الفريش. تمام، حاجه زي كده شايفينها. تمام، ده بيتباع برضه في كارفور، بيتباع في السوبر ماركت، بجيب باخد منه شويه، مش محتاج كميه كبيره يعني. انا لو ما لقيتوش برضه الفريش تقدروا تجيبوا اللي هو الدراي. تمام، يعني عندنا ده روزماري فريش وفي هنا عندي شويه روزماري دراي. تمام، انا ممكن استخدم ايا كان اي واحد فيهم. ببتدي اخد الورق بتاعه شويه كده، اشيل العرق اللي هو الناشف دوت. تمام، بعد كده اهو يعني لو في عروق ناشفه ببتدي ان انا اشيلها، لان ده طبعا انا هاكله كده كده في اللحمه بعد ما تستوي، هبتدي ان انا اكله عادي مفيش اي مشكله. تمام، بجيب الشويه دول كده وبفرمهم ناعم، بحاول على قد ما اقدر ان انا افرمهم ناعمين. تمام، بعد كده باجي هنا على حته اللحمه بتاعتي بحط كل الخلطه اللي انا حطيتها دي اللي انا خرجتها، وبحط شويه فلفل اسود حصى، شويه اوريجانو، تمام، شويه بابريكا، شويه زيت. تمام، بعد كده بحط عندنا هنا طبعا ملح، منساش الملح. بعد كده بحط اويستر صوص زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ببتدي ان انا ادعك كل التوابل دي في اللحمه بتاعتي. تمام، طبعا هنا انا ما حطيتش ولا كمون ولا كزبره ولا حطيت كاري ولا ترمرك ولا اي حاجه من دي. تمام، دي خلطه ثانيه مختلفه تماما عن الخلطه الاولانيه، والاثنين هيستووا برضو في نفس الوقت وفي نفس يعني هحط الاثنين مع بعض في الفرن. ممكن بقى انتوا كتغيير، كنوع من التغيير، تبدلوا مثلا مره تعملوا الخلطه دي ومره تعملوا الخلطه اللي هي العربي. بس لو هتعملوا الخلطه دي يبقى هتحطوا معاها مثلا بطاطس في الفرن، او هتعملوا مثلا فرنش فرايز، او هتقدموها مثلا مع سلط. ما ينفعش ان انا اقدمها على رز زي الخلطه العربي.
خلطة العربي اقدر ان انا اقدمها مع الرز ما فيهاش اي مشكلة. تمام؟ وكده تفايتين اللحمة عندنا خلصوا جهزوا زي ما انتم شايفين كده. دي نوعين كل نوع خلطة مختلفة تماما. هسويهم وهنشوف هنعمل بعد كده ايه وهوريكم ازاي هيكون شكلهم لما يخلصوا في الفرن. تمام؟ خليكم معايا ما تنسوش لو لسه بتتفرجوا ما تنسوش شير ولايك سبسكرايب. شكرا جدا. وده طبعا شكل اللحمة بعد ما طلعت من الفرن بعد ساعتين ونص. حاجة ما فيش اروع من كده. بسم الله ما شاء الله. لحمة طرية وريحة وطعم. انا طبعا عملتها مع رز بالمكسرات. انتوا تقدروا تحطوا على الفكرة فكرة تانية. والف هنا وشفا.